بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 116. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الجعالة بضم الجيم وفتحها وكسرها، فهو مثلث: جعالة وجعالة وجعالة. ومعناها أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا، هذا هو معنى الجعالة في الفقه. نعم. قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. نعم، هي أن يجعل، تعريفها اصطلاحا هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، كأن يقول: من رد ضالتي فله كذا وكذا من المال. الطرف الثاني مجهول، يعني أي شخص يقوم بهذا العمل، وهذا مما تخالف فيه الجعالة الإجارة، فإن الإجارة لا بد أن يكون العقد فيها بين طرفين معلومين، ولا بد أن يكون الأجر معلوما. وهنا في الجعالة يجوز أن يكون الطرف الثاني مجهولا غير معين، ويجوز أن يكون العوض أيضا غير محدد. والدليل على الجعالة الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي من دل على صواع الملك المفقود فإن له حمل بعير من المال. والحمل لم يعين نوعه، فدل على جواز مثل ذلك. فإذا قال: من رد ضالتي، أو من خاط لي ثوبا، أو من بنى لي جدارا فله كذا وكذا، فإن هذا يصح. فإذا قام به أحد استحق هذا الجعل، إذا قام به أحد بعد علمه فإنه يستحق هذا الجعل. ومن السنة ما جاء في حديث اللديغ، وذلك أن جماعة من الصحابة نزلوا منزلا، استضافوا طائفة من الأعراب فلم يضيفوهم، فلدغ كبيرهم فجاءوا يطلبون الرقية، فقال أحد الصحابة: لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، لأنكم لم تضيفونا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فرقى هذا اللديغ بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا القطيع
وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على ذلك فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واضربوا لي معكم بسهم. فدل هذا على جواز الجعالة. نعم. قال: مدة معلومة أو مجهولة، يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. هذا مما تفارق فيه الجعالة الإجارة، أن العوض فيها يكون معلوما ويكون مجهولا، وأن المدة التي يعمل بها هذا العمل لا يشترط أن تكون معلومة. فلو قال: من عمل هذا العمل لي في هذا اليوم فله كذا، فهذه مدة محددة. وكذلك لو قال: من عمل لي عملا فله كذا وكذا، ولم يحدد المدة، فإنه يجوز الأمر في الحالتين: حالة ما إذا كانت المدة التي يعمل فيها العمل معلوما، أو كان المدة مجهولة النهاية. وهذا أخلا من قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإنه لم يحدد المجيء بالصواع. نعم. قال: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. نعم، هذا مثال لما تجعل عليه الجعالة، وهو رد عبد آبق. كان يقول: من رد علي عبدي فله 100 ريال، أو يقول: من بنى لي حائطا فله كذا وكذا، من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا. فإن هذا يصح جعالة، فإذا قام به أحد من الناس بعد علمه بالجعالة استحق الجعل. نعم. قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. نعم، فمن فعل هذا العمل الذي أعلن عنه صاحبه بعد علمه، إذا عمل هذا العمل بعد علمه بالجعالة استحقها، لأنه قام بالعمل فيستحق ما جعل عليه. أما إذا قام بالعمل قبل أن يعلم بالجعالة فإنه لا يستحق شيئا. نعم. قال: والجماعة يقتسمون. إذا قام بالعمل جماعة، كأن قال: من بنى لي هذا الحائط فله 100 ريال، ثم هذا الحائط بناه جماعة، فإنهم يستحقونه بالتساوي، لأنهم قاموا به جميعا فيستحقون ما جعل عليه من المال على عدد أفرادهم. نعم. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. إذا كان يعمل العمل ولم يعلم بالجعالة إلا في أثناء العمل، فإنه يأخذ قسط تمام العمل، يكون له من العمل ما يكون له من المال بقدر ما عمل بعد العلم، وما عمله قبل أن يعلم فإنه يكون مجانا. نعم. مثال الصورة يا شيخ. مثاله: لو قال: من بنى لي هذا الحائط فله 100 ريال، فقام رجل يبني الحائط وهو لم يعلم بالجعالة، ثم في أثناء العمل علم بذلك، فإن له من 100 بقدر ما بقي من العمل. نعم. ولكل فسخها، فمن العامل لا على الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخت قبل العمل فلا شيء، وإن فسخها العامل فلا شيء له، لأنه أهدر حق نفسه. وإن فسخها الجاعل فإن للعامل
أجرة فإن للعامل أجرة مثله. نعم. قال ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره، مع الاختلاف بين الطرفين في أصل الجعالة، كأن ينكر صاحب العمل أنه جعل عليه جعلا، ويدعي عليه العامل أنه جعل عليه جعلا، فإنه يقبل قول صاحب العمل، لأن الأصل عدم الجعالة، فيقبل قوله إذا نفاها. نعم. قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. إذا اتفق على أصل الجعالة ولكن اختلف في مقدار الجعالة، كان يقول صاحب العمل الجعالة 100 ريال ويقول العامل 150 ريال، فهنا اختلفوا في قدر الجعالة، فيقبل قول الجاعل، لأن الأصل عدم الزيادة إلا ولا تثبت إلا ببينة. نعم. يقبل قوله بيمين أو بلا يمين؟ نعم، يقبل قوله دون يمين. ما ذكر هنا أنه يقبل مع اليمين، لأن الأصل عدم الجعالة. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. نعم، إذا من عمل عملا لغيره بدون جعالة، يكون صاحب العمل ما جعل شيئا، فإن عمل العامل يكون مجانا لأنه متبرع. نعم. إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. يستثنى من هذه الصورة الأخيرة رد الآبق، فإن راده يستحق الدينار من الذهب، وهو المثقال من الذهب، أو 12 درهم من الفضة، لورود الحديث بذلك، حتى ولو لم يجعل سيده شيئا لمن رده، فإن من رده يستحق هذا المقدار لوروده في الشرع، وإن لم يلتزم به سيد هذا العبد. نعم. قال ويرجع بنفقته أيضا. وإذا أنفق على العبد، إذا كان الذي رد العبد قد أنفق عليه من ماله، فإنه يستحق الرجوع على سيده، لأن العبد نفس محترمة يحتاج إلى النفقة، فلو لم ينفق عليه تضرر، فله أن ينفق عليه وأن يرجع بذلك، لأن هذا في حكم المأذون به شرعا، لأنه لو ترك الإنفاق عليه لتضرر أو تلف. نعم. وهو نفس محترمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب اللقطة. اللقطة بضم اللام هي المال الذي ضل عن صاحبه. اللقطة هي مال ضل عن صاحبه. نعم. قال وهي مال أو مختص ضل عن ربه. مال كالدراهم والثياب والدواب، كل أنواع المال التي ضلت يعني ضاعت من يد صاحبها، أو مختص وهو مثل الكلب، كلب الصيد، فهذا ليس بمال لكنه مختص، يختص بالانتفاع به من هو بيده، هذا يسمى بالمختص، فإذا ضاع فإنه يقال له ضالة. نعم. قال وتتبعه همة أوساط الناس. اللقطة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالتمرة الرطبة الواحدة أو السوط أو الحبل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يأخذه من وجده وينتفع به، ولا تلزم له أحكام
اللقطة لأنه لا قيمة له عند الناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس أنه يؤخذ وينتفع به ولا يعد لقطة، لأنه شيء تافه لا قيمة له، فينتفع به من وجده. نعم. الشيء الثاني أو النوع الثاني ما كان يمتنع من السباع، ما كان يمتنع من السباع ولا خطر عليه، كالإبل والبقر والأشياء الثقيلة التي لا يخشى من أخذها وسرقتها، فهذا لا يجوز لأحد أن يلتقطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وقال عليه الصلاة والسلام من آوى الضالة فهو ضال، فهذه لا يتعرض لها لأنها لا خطر عليها، بل إن تركها أحسن لأن صاحبها يبحث عنها، فإذا تركت فإن ذلك مما يسهل عليه العثور عليها، أما إذا حبست فإنها تخفى على صاحبها ولا يهتدي إليها. النوع الثالث الأموال التي لا تمتنع من السباع كالغنم والفصلان، فصلان الإبل والعجاجيل من البقر، فهذه لا يؤمن عليها الإنسان أو السباع لو تركت، فهذه يأخذها من وجدها ويعرف أوصافها الفارقة ثم يعرف عليها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص معناه الظرف الذي تكون فيه، والوكاء معروف وكاء الكيس الذي تكون فيه، ثم عرفها سنة أي نادي عليها في مجامع الناس من ضاع له كذا وكذا. هذه أقسام اللقطة. ثم هذا القسم الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما جاز التقاطه فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان من الغنم يخشى عليه من السباع، فهذا يأخذه واجده ويخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأكلها ويضمن قيمتها، أن يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها. الأمر الثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. الأمر الثالث أن يبقيها عنده حتى يجد أو حتى يأتي صاحبها ويسلمها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فدل على جواز أخذها وأنه يجري أحد هذه الأمور الثلاثة معه. والأمر وكذا النوع الثاني ما يسرع إليه الفساد. النوع الثاني من أنواع ما يجوز التقاطه ما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ ونحو ذلك مما والخضار
ما يسرع إليه الفساد. فهذا يخير بين أمرين، إما أن يأكله بثمنه، وإما أن يبيعه ويحتفظ بثمنه لصاحبه ولا يتركه للانتظار، لأنه لو تركه يفسد ويضيع. القسم الثالث ما لا يخشى عليه من البقاء، كالدراهم والدنانير والثياب، فهذا ولا مؤونة لي له إذا حفظ، فهذا لا يتصرف فيه، بل يحفظه ويعرف علاماته الفارقة، سجلها عنده، ثم يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وذكر أوصافه فإنه يسلمه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا جاء صاحبها فعرفها فإنها تدفع إليه. وإن لم يأتي صاحبها بعد التعريف سنة فإنه يتملكها ملكا مراعا، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يسلمها له، أو يسلم له بديلها إن كان قد استهلكها، فإنه يسلم له بديلها كمثل المثل وقيمة المتقوم. نعم، هذا ملخص باب اللقطة، ونقرأ الآن الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيب، هذا تعريف اللقطة، هي مال أو مختص ضل عن ربه، يعني ضاع عن صاحبه، وتتبعه همة أوساط الناس، المتوسطين من الناس الذين ليسوا من الفقراء وليسوا من الأغنياء، فيعتبر عرفهم، فيخرج بذلك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من الأشياء التافهة والتي لا قيمة لها، فهذه ليست لقطة، ولواجدها أن يأخذها وينتفع بها. نعم. فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. نعم، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، ودليله الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فأخذها عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، فدل على أن الشيء اليسير أنه يأخذه واجده وينتفع به، وليس هو من اللقطة. نعم. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذه أقسام اللقطة، اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس هي على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول: من امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما. ما يمتنع من السباع، يعني يحمي نفسه من السباع كالثور والجمل ونحوهما، فهذا ليس عليه خوف، فلا يتعرض له أحد حتى يبحث عنه صاحبه ويجده، حتى يبحث عنه صاحبه ويجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، ترد معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها، فهذا لا يتعرض له. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. نعم، إن أمن نفسه على ذلك. النوع الثاني ما لا يمتنع من السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل، أو بقية الأموال كالدراهم والدنانير والثياب، فهذه هي التي تلتقط، ولكن لا يلتقطها كل أحد، بل من أمن نفسه عليها، من أمن نفسه عليها بأن كان يعرف من نفسه الأمانة
ويعرف من نفسه أيضا الأهلية في أن يقوم بما يجب نحوها، فهذا له أن يلتقطها. ومن لا يأمن نفسه عليها أو لا يعرف من نفسه القدرة على القيام بأحكام اللقطة من التعريف والحفظ فإنه لا يأخذها، لأنه إن أخذها وهو لا يستطيع القيام بما يجب لها من الأحكام الشرعية فإنه يكون معتديا في هذا العمل ومحملا نفسه ما لا يستطيع القيام به. نعم. قال: إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. نعم، لو أخذها وهو لا يأمن نفسه ولا يعرف من نفسه القدرة على القيام بما يلزم نحوها فإنه يكون كالغاصب، وقد سبق أن الغاصب هو الذي يستولي على مال غيره قهرا بغير حق، فحكمه حكم الغاصب، يكون أخذه لها ظلما وغصبا يأثم عليه، ولو أنها تلفت أو ضاعت في يده فإنه يغرم بدلها مثل ما يغرم الغاصب. نعم. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا. ويعرف الجميع التي هي أنواع اللقطة التي أخذها من المواشي الصغار ومن الأثمان وهي النقود ذهب والفضة، أو من العروض كالثياب والأقلام ونحوها، يعرفها سنة، يعني ينادي عليها سنة بأن يقول من ضاع له كذا وكذا، ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وعلى أبواب المساجد، ويكون التعريف في أول الأمر كل أسبوع، ثم كل شهر، ثم بعد ذلك بين كل فترة وأخرى إلى أن تمضي السنة 12 شهرا. نعم. ويملكه بعده حكما. فإذا مضت السنة وهو يعرفها ولم يأتي أحد فإنه يملك هذه اللقطة حكما، يعني بغير اختياره، يملكها مثل الإرث ومثل الهبة، يملكها تدخل في ملكه لأنه قام بالواجب ولم يأتي لها أحد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.